يا شباب اسمعونا كلياتكم، احنا لا هدفنا لا كنيسي ولا مدنيين، نحن بس اللي بيضربنا نار او بيطلق علينا النار احنا بنستهدفه، ما بيستهدفنا الا الامان، اللي اهلنا ومن هالوطن وهاي المقدسات ما راح نقبل اليها ولا جينا مشانها، نحن جينا بس مشان الصلبه، الصلبه مين؟ الصلبه الشعب، جوع الشعب السوري باكمله بكل طوائفه، وهي نحن قدام الكنيسي وعندنا في الحركه، وين الاهالي هون؟ وين الاهالي هون؟ والبيوت كلها امنه.